الو، النهارده هنتكلم على الاريجيشن بروتوكول. تمام. طيب انا دلوقتي لما بعمل اريجيشن بستخدم ايه؟ بستخدم مينلي صوديوم هايبوكلورايد، وبستخدمه في الكونسنتريشن 5.25 5.5 اللي انا بلاقيه قدامي ماكسيمم كونسنتريشن، سواء بروفيشنالي ميد من شركات او من الكلوروكس، يعني اللي هو اللي احنا بنستخدمه عادي. الصوديوم هايبوكلورايد لازم يبقى فول كونسنتريشن. الصوديوم هايبوكلورايد هو الاريجيشن الوحيد، هو الجولد ستاندرد، هو الاريجيشن الوحيد اللي عنده تيشو ديزولفنج كاباسيتي، عشان كده احنا مش بنغيره، رغم ان هو توكسيك ورغم ان هو بنخاف منه وكل الكلام ده، ما ينفعش نغيره. هو الوحيد اللي عنده تيشو ديزولفنج كاباسيتي، هو اللي بيدوب البالب تيشو، هو اللي بيدوب الاورجانيك. غير كده كمان انتي بكتيريال افكت قوي جدا، انتي مايكروبيال افكت مرعب، يعني ديسانفكشن للصبح. اوكي، وبيأكت كمان از لوبريكنت، فهو اتس وين وين. الصوديوم هايبوكلورايد واي اريجيشن في الدنيا لازم يبقى كونفايند وذين الروت كانال. فلما نيجي نعمل اريجيشن لازم نختار، اولا الاريجيشن عامه لازم الاريجيشن نيدل تبقى قريبه من ال 30 جيج. يعني ايه؟ كل ما بنكبر في الجيج كل ما بترفع، فكل ما بتوصل ايبيكال اكتر. انا عايز الاريجيشن بتاعي النيدل تبقى قريبه من الايبكس اتليست، او يعني مش اتليست، اولموست 1 to 2 مليمتر away from the apex. اوكي، عشان اعرف اوصل الاريجيشن لحد تحت، بلس التيبر اللي انا موسعه والحاجات اللي انا موسعها عشان توصل الاريجيشن لحد تحت. بنستخدم طبعا السايد فنتنج بريفيربلي علشان ما يحصلش مننا ايرورز. اوكي، طيب اول حاجه عندي في الاريجيشن بروتوكول هي الصوديوم هايبوكلورايد. زي ما اتفقنا صوديوم هايبوكلورايد قلنا جولد ستاندرد، تيشو ديزولفنج كاباسيتي هايله، بيشيل الاورجانيك بارتس من جوه، وانتي مايكروبيال افكت. تمام. طب انا عايز ازود الافشنسي بتاعته، ازودها ازاي؟ اعمل اكتيفيشن سواء باي مانوال او سونيك او التراسونيك او انترا كانال هيتنج. طب الناس اللي بيسخنوا صوديوم هايبوكلورايد بره ويعملوا بيه اريجيشن، الصوديوم هايبوكلورايد بره يبرد عبال ما يخش جوه، يخش يبقى روم تمبرتشر بتاعت البق عادي، فمش افشنت. لكن نعمل انترنال كانال هيتنج بالمثلا بالهيت سورس بتاعنا السيستم بي مثلا فور اكزامبل، نخش نسخن جوه، ده كده افيشنت، ده كده بيعمل اكتيفيشن حلو. الصوديوم هايبوكلورايد بيشتغل بحاجه اسمها فري كلورين راديكلز، بيجد بلانشت، عشان كده انت لو سبت الصوديوم هايبوكلورايد شويه بيبيض خلاص، الفري كلورين راديكلز اتسحبت خلاص، حصل لها كونسمشن، فلازم تعمل ريبلانشمنت كل شويه، تعمل اريجيشن. اوكي، ده بالنسبه للصوديوم هايبوكلورايد. اريجيشن تول فيزيت مهم جدا كل الكلام ده. طيب نيجي بقى في ان انا عايز اشيل السمير لاير. السمير لاير دي لاير بيبقى فيها بكتيريا اورجانيك وان اورجانيك وبايوفيلمز وبكتيريا. طيب السمير لاير ما ينفعش تتشال بس بالصوديوم هايبوكلورايد. ليه؟ عشان الصوديوم هايبوكلورايد بيشيل بس الاورجانيك بارتس. تمام. طب انا كده هحتاج حاجه تشيل الان اورجانيك. نيجي بقى على الكيليتنج ايجنتس اللي هم السيتريك اسيد والاديتا والكلام ده. مينلي احنا بنستخدم الاديتا 17% الليكويد اللي هي الاريجيشن فورم. اوكي، بعد ما بخلص طول الفيزيت بتاعتي اريجيشن وكل الكلام ده بالصوديوم هايبوكلورايد وظبطت الدنيا خالص، اوكي، باجي بقى اشيل الصوديوم هايبوكلورايد من جوه الكنال، ممكن افصل بالسلاي او مايكرو سكشن، بعد كده اجيب الاديتا فور 2 مينتس بعمل اريجيشن، اريجيشن واكتيفيشن. ليه بقى؟ عشان الاديتا بديكالسفايد سمير لاير كيليتنج ايجنت، بتقعد تنهش في الدنتين وتشيل السمير لاير ويتش تنضفها لي. الاديتا عندها انتي مايكروبيال افكت مش عالي قوي بس عندها خفيف. اوكي، فاحنا بنستخدمها عشان نشيل بيها السمير لاير. اوكي، بعد ما الاديتا تعمل الافكت بتاعها فور 2 مينتس نروح شايلينها ونعمل صوديوم هايبوكلورايد تاني، يوقف الاكتيفيشن بتاع الاديتا ويخش ينضف الدنتاينر تبيولز اللي بقت مفتوحه بالصوديوم هايبوكلورايد. يبقى انا كده استخدمت صوديوم هايبوكلورايد، اديتا، صوديوم هايبوكلورايد، وبفصل بسلاين. حلو كده؟ طيب ده بالنسبه للاديتا. دول اهم تو اريجيشن عندنا. خلاص، نيجي بقى في الاريجيشن الثالث اللي في ناس بيحبوا يستخدموه اللي هو كلوروهيكسيدين. كلوروهيكسيدين از ا فيري بوتنت انتي ميكروبيال، بوتنت وقوي جدا وجميل جدا وبيقتل بكتيريا. حلو. طيب هل هو عنده تيشو ديزولفنج كاباسيتي؟ لا. هل هو ممكن نستخدمه عشان يشيل سمير لاير؟ لا. هل هو بيستخدم كروتين اريجيشن؟ لا، بس بيستخدم كادد disinfection. يعني انا في كيس عايز اعملها disinfection بزياده وقلقان منها، وفي عندي resistant infection وعايز استخدم كلوروهيكسيدين، هستخدم. بس استخدمه ازاي بقى؟ الصوديوم الكلوروهيكسيدين لو جه على صوديوم هايبوكلورايد بيعمل red precipitations تحت،
حتى بتلاقي فيه لون احمر طالع من الريد بريسيبيتيشنز اللي بتحصل تحت الكلام ده. فلما نيجي نستخدم كلوريكسيدين بنستخدمه از ا فاينل ايريجنت، اوكي، بنعمل فلوشنج كويس قوي 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 بسلاين عشان نتاكد ان مفيش اي ريمننت اوف صوديوم هايبوكلورايد، وبعد كده نستخدم كلوريكسيدين. الكلوريكسيدين فكرته بقى كمان ان هو عنده حاجه اسمها سبستانتيفيتي، يعني بيبندل الهيدروكسي ابيتايت كريستلز اللي موجوده في الدنتين فبيقعد على الدنتين، فقاعد على الدنتين عمال يطلع في انتي مايكروبيال انتي مايكروبيال، تمام؟ بس كده. دول بالنسبه للاريجيشن بروتوكول، دي الحاجات اللي بتستخدم في الاريجيشن معانا، وده البروتوكول اللي احنا بنستخدمه، صوديوم هايبوكلورايت تول فيزيت. وقبل ما نقفل اديتا فور 2 مينتس، وبعد كده كلوريكسيدين فور ادد ديسانفكشن، سلاين بيفصل ما بين كل حاجه وكل حاجه، تمام؟ بالنسبه للاكتيفيشن هنتكلم عليه في ابيسود لوحدها، اوكي؟ وهوريكم الاكتيفيشن برضو تحت لايف داون ان شاء الله. See you in the next episode.